وطن أكيليس هو لما بتجتمع عضلات الساق اللي احنا بنقول عليها السمانة بتنزل تمسك في الكعب الرجل بوتر. الوتر ده اسمه وتر أكيليس، ولي قصة مشهورة جدا تاريخيا ان هو ده يقال ان ده سبب حرب طروادة، وان ده اللي اتعلق منه أخيل وتسمى على اسمه يعني أكيليس، وتر أكيليس. وتر أكيليس هو بالعربي العنقوب، فهو أقوى وتر في الجسم. هو مش من السهل ان هو يتقطع بصدمه مباشره، هو من اكتر الاوتار في الجسم، هو مع الوتر بتاع النطفه او وتر الصابونه اللي بيتاثروا بالاحمال او بتراكم الاحمال. مشهور جدا في العالم كله ان هو بيجي اكتر للمدافعين او لحراس المرمى، لان دول اكتر ناس بيعملوا حاجات فيها جامبينج موفمنت. مشهور طبعا في الباسكت بول جدا، لعيبه الان بي اي كتير جدا بيجي لهم طبعا اصابات في وتر أكيليس. لازم جزء من الشغل دايما في جانب الطب الرياضي والمعد البدني بتاع الفريق انه يكون بيعمل تدريبات وقائيه. طبعا ممكن كل ده يتعمل وفي الاخر تحصل اصابه، يعني ما حدش قال ان اللي بيتصاب مش بيعمل الحاجات دي كلها، لان في الاخر الاصابه ممكن تحصل زي ما اتفقنا بحركه غلط او بوقعه، ده ممكن وارد جدا ان هو يحصل. بس الطريقه دايما اللي في ايدينا نقدر نعملها ان احنا نراقب الاحمال بشكل عام، وان احنا نبتدي نعمل التدريبات الوقائيه دي بشكل منتظم طول الوقت.